السلام عليكم، معكم زايد في لعبة Fears to Fathom. نعم يا شباب، اخيرا الحلقة الرابعة نزلت من هذه السلسلة العريقة، واتوقع شباب ان هذه اطول حلقة فراح نختمها في جلسة واحدة. ما ادري كم مدة الفيديو لكن غالبا طويل، فاجيب لك شيء تاكله تمزمز فيه ونستمتع بالرعب. عموما شباب، انا اخر فترة جالس انزل محتوى في تيك توك وانستغرام، فتابعوني رجاء للي يحب محتوى الاكل يعني، ولا تنسون تصلون على النبي اللهم صل وسلم على محمد، وخلونا نبدا. اوكي شباب، اسم الحلقة ايرون بارك، ما ادري وش صراحة، فما ادري وش الشالفة، لكن يلا شباب. ايوه، ايرون بارك لوك اوت. شيخة قارية خليه، ما في عربي لهالدرجة وطايحين من عينهم، يعني في عرب منزلين هاللعبة كثير، ف هذا الشباب ديفلوبر كمان مان بوت سم عربيك. كيف بس شباب اضبطكم في الحلقة الخامسة بتشوفون خلاص في عربي. وساب مين؟ شاب ايوه، شوفوا كيف يقول لك مدة لعبة ساعتين، ما راح نطول. فيلا شاب نسوي ايرون بارك ونيو جيم. يا سلام، اخيرا يا اخي رجعنا لهذه فيرست تو فيثم. يا اخي كذا اجواء ما ادري كيف الصراحة، بس ايوه اي لاحظت انك انت تستقبل شو اسمه قصص الناس، بينما انا كنت اشوف يوتيوبر يلعب فيرست تو فيثم كارسون هاوس. هي هذه هي الفكرة. اوكي خلونا نشوف اللي راح اقوله. صار لما كان عمري 24 تقريبا. صبر، حسبت راح يسوي قصة ويرسلها الموقع، لكن في نفس الوقت تصير الاحداث كذا، بس اوكي طلعت غلطان. عموما شيء نوعا ما غريب اني اخبره بسبب ان الاحداث الغريبة اللي صارت والاجواء، ولكن اتوقع لو سويته راح ينشط ذاكرتي. عارف اني انشر هذه القصة مكان ثاني يعني فكرة غبية، لان الناس راح يقولون اني اكذب لهالدرجة. بينما انا قاعد اكتب كانت هذه اكثر تجربة مخيفة في حياتي. يلا خلونا نشوف ونقيم اذا هي فعلا يعني صدق ولا كذب. اوكي، انا جاك نيلسون، عندي وظيفة صغيرة كمدري ايش، بارك رينجر، ما ادري شو الصراحة. كنت مراقب للحريق في احد اكبر الغابات في الباسيفيك نورث ويست، الكثير من الاشجار المغطاة. هذه شاب من كيسي، بس اتوقع نوعا ما كذا يقصد. كان عندي راتب يمشي ويعني ويكفي، ولكن ما كنت اقدر يعني اروح لمطاعم واشتري ملابس جيده. اكبر انجازاتي اني قدرت اشتري ار في لي وبمساعده ابوي. هذا الار في كان هو يعني البيت الوحيد. الار في شاب اتوقع شاحنه كذا نوعا ما، او سياره كبيره شيء كذا يعني. عموما هذه المره نقلوني من موقع لموقع ثاني بسبب اشياء يعني رسميه، اتوقع شيء كذا. كان الشيء هذا مش حلو لاني انا كنت عايش في الار في حقي واحب اني اسافر، ودعت بعض الاشياء ورحت للمكان الجديد. كان عباره عن ساعتين سواقه. اوكي يلا اتوقع الحين راح نبدا صح؟ يب، انا نوعا ما طولنا بس اوكي. ايوه درايف، ليش جو. ايوه هذا هو، هذا هو الار في حق بريكنج باد يا شباب، عرفتوه؟ هذا هو نفسه يا شباب، بس اوكي يلا. كاي نيلسون، خلونا نشوف يا شباب. يا حبيبي مش قادر اسمع بسبب الموسيقى. اوكي شباب، هذا هو شكل يعني جاك نيلسون، بس واقع هذا القف حقه ولا شيء كذا. بس تقول يعني هل خلاص عديت من الروزبرغ هذا؟ وانا كذا شباب فجاه وقفت عشان اشوف التليفون. يلا بنكمل في طريقنا. ما ادري ايش شاب، بس تذكرت طاش مطاش، عرفتوا هذيك يا شباب؟ ولكن المهم يقول ان هذا يعني يهدئ اعصابي. الصراحه اشوف لو تطفي الموسيقى الخايسه هذه يكون احسن. ايوه ادعم ادعم ادعم. ايش ممكن يصير لو سويت كذا؟ هل بيكون جيم اوفر؟ والله ما ادري شو، بس ديم الاجواء، ديم الاجواء مره كول يا اخوي. يا شباب انا اتمنى شيء واحد الصراحه، اوكي؟ اتمنى يا اخي من شركه رسميه ولا شيء انها توفر مود جرافيك سوني 1، يعني تخيل تلعب روزنت ايفل 4 بجرافيك سوني 1، او ماي جاد. اوكي تقول انه يعني في روزبرغ في برجر يبيع كي ما ادري ايش. اوكي يعني شكرا يا كي على هذه المعلومه، بس اشك ان افضل برجر، لان افضل برجر صعب يعني تجيبه لزنداني، صعب. لكن اليوم يا شباب احتمال انزل فيديو اني اكل برجر، اوكي؟ لذلك ترقبوا. بس ايش قاعد يصير؟ ايش في؟ حبيبي وين اروح انجن؟ اكمل شيده ولا ايش؟ هذا هو الداينر اللي كايلا خبرتني عنه. اوكي يلا شباب نبركن. ما اتوقع انه كذا حد يبركن. يا اخي شو السياره هذه حبيبي؟ سويت ما ادري ايش هذا. اوكي شباب خلاص خلوني ابركن. يا حبيبي انا يا عمي السياره خرا يا عمي، ما اقدر ابركن تمام. اوكي يلا اوكي اوكي واو، اخيرا طلعنا من السياره. ديم يا عيال، يا اخي جيني ذكريات بريكنج باديه. تذكرون لما جيسي كان هنا يقول واير
يا السلام الزبدة. خلونا نطلع واو صراحة أفضل باركينج في الحياة يا أخ. والله دايم يا شباب اللعبة هذه يضبطون الأجواء بشكل ما هو طبيعي فعليا، الأجواء تمدح عليها. بس أيوة دايم المكان ليش كذا لايفلي، عشة مرة فنان. أي ممكن سندويش كيف حالك؟ نعم ماذا عنك؟ أوكي يقول روح خذ ذا أي مكان تبغاه. أنا غالبا شاب ودي أخذ مكان كذا معزول نفس هذا يعني، وفي نفس الوقت اقدر اراقب. فيلا وان تشيكن ساندويتش بليز. اوه يلا شباب نطلب تشيز برجر مع بطاط ولا جبن مطحون، اتوقع شيء كذا. هنا وات شباب انا ما اعرف ايش الباقيه، فات تشيز برجر خلاص تشيز برجر. وطبعا كوكا كولا نعم، اي شيء ثاني ذات ويل بي اول. نعم شكرا نعم جيد ابريشيت. لازم تعرف الشباب كذا تكون هذا عشان يضبطوا لك اياه 100%. اوكي يقول ان انا دائما يكون عندي العاده اني لازم اروح اقضي حاجتي قبل الاكل. ما في مشكله انا اتفهم صراحه هذا الشخص، ما ادري ايش يشوف في كل لعبه ولا في كل حلقه لازم كذا يعني. واو جيم بلاي شاب جيم بلاي، من الافضل ان نروح تفاصيل اكثر. نعم انا اتفق الصراحه، بس انه جيم بلاي عجيب الصراحه. فيلا خلونا نشكل الحين ونرجع نكمل. ولكن الشيء لازم نلاحظ ممكن احد منهم يسوي حركه غريبه، ولا احس في حد يمشي كذا جنبي ما ادري كيف، ولا اتوقع يتهيالي. يا يتهيالي عند هي البرجر مالي جاهز، اعطيني البرجر يا بربرا يا بوي كونسيوم. يلا كل جعل ما حد ياكل غيرك يا جاك نيلسون. يا حبيبي هذا اكله بسرعه يا عمي، شلون مات ما نقدر نجي نصور هنا تيك توك على الشريه ولا شيء. واليوم يا شباب عندي اكل فرايز وصراحه عليه بهارات جميله جدا، والشيء الغريب يا شباب اني ناكل بسرعه، وايضا باقي الشراب كوكو كولا طبعا. ولكن خلونا شباب نشوف هذا ايش تقول. اوكي ها روح لهالمكان كيف، وانا هنا لازلت اكله، فهذا جميل. ابو الصوص هذا ليش ما اكلته يا اخي؟ عيب عليك. ايوه شفتوا كيف في حد راح الحمام خبرتك. هذا الاكل يذكرني ان لازم يعني ترسلي لي وصفه الكاسيرول اللي كنت تتكلمين عنها. اي خليني اتكلم. اي هل جنبك؟ ياب مره كول. تبى شيء ثاني ولا التشيك؟ التشيك تشيك نعم هاتي هذا. المهم اوكي تقول هي طريقه في البيت هل ايش؟ راح اراسلك بعدين يعني. اوكي يلا شباب خلونا نشوف كم سعر البرجر حقهم، يعني اتوقع انه مش هذا ولا او 6 دو. جميل والله جميل. اوه يا شباب انا اعرف يا شباب القانون الامريكي او مو القانون، انه في امريكا عندهم عاده انك لازم تعطي تب، اذا ما اعطيت تب فانت يعني كريه. فانا ما راح اسوي هالشيء، انا راح اسوي بالطريقه حقتنا، فبدون تب مش لازم تب. ايوه زعلت شباب ما تكلمت ولا شيء. يا اخي والله انا بعرف شيء، ليش هم يبون تب؟ يعني هذا التب اختياري، انت ليش تزعل اذا ما حد اعطاك تب؟ خلاص انا دفعت اللي علي، ادفع زياده ليش؟ صراحه هذا القانون اغبى قانون في الحياه. ولكن يلا شباب نرجع للار في مالنا ونكمل رحلتنا، نكمل الكشته. يلا شي لايتر نيدز. اوكي يلا الساعه 8 بي ام، ومن الواضح ان حل الليل او لو اصلا اوريدي حل ولا لا كان مغرب. يا كان مغرب ما شاء الله يعين. اوكي اريد لوكيشن لهذه الحديقه، ولكن ما اريد احد يشوف الرعب اللي كان موجود. يا حبيبي اوكي انا في ار في ثانيه، وش السالفه؟ اكمل عادي يعني صح؟ اوكي هلا بيت ايش فيه؟ اي دروف باست وش السالفه؟ صبر هذا المكان حقي ولا ايش؟ والله ما ادري يا عيال اذا هذا هو المكان، بس اتوقع الكل جالس يسمع الاصوات الغريبه صح؟ يا حبيبي ايش الاصوات هذه يا اخي؟ اي بس اوكي يلا شباب ندخل هنا. يا اخي لا يا اخي شو هالغبي هذا؟ يا الله فجاه يا امين امين يا اخي شو هذا؟ يا اخي والله ند قلبي من مكانه يا اخي. التمريض التمريض غبي التجو حمار انت حمار. هولي مولي هولي مولي بطني يا الله يا اخي استغفر الله واتوب الي. يلا شباب اتوقع هذا شيء واحد من الاشياء اللي راح احظى بها. اوكي يلا هولي مولي لقد خفتني، توقعتك واحد منهم يا حبيبي انت اللي خوفتني حمار. انيويز ابغى اشوف البيرمت حقك. انا لست كامبر، انا الشخص الجديد اللي نقلوه. هل هذا صحيح؟ ما كنت اعرف ان قاعدين نعين في هذا السيزون، ولكن انتظر خلني اشيك على هذا. خرع علي هذا يا اخي، هذا اخيس انسان في على وجه الارض، زباله تافه احمق خرع قلب بشق قلع. عشان يا با انت عين كل تمام تروح. يلا انت راح تروح لبرج 11. انا اعتذر على الحيره، توقعت ان البرج ما راح حد يشوفه، ولكن يلا هذه المفاتيح. بعد اكمل زياده. اوكي يقول خلني افتح الجيت يا حبيبي. طب شو الحين امشي؟ اروح مشي ولا ايش؟ يو تستهبل انت تباني امشي هنا؟ لا قاعد يقول هايك يعني لازم امشي، بس انه راح يعطيني فلاش لايت. اوكي خلونا ناخذ
خذ الفلاش لايت يلا. Welcome to our back pal. والآن لأسباب إيش لما توصل هناك يعني سوي سيستم مدري إيش عشان نعرف أنك وصلت هناك بأمان. أوكي يقول تقدر توصل للبرج 12 راح تقابل شخص لطيف هناك. أوكي حلو يعني أهم شيء إنه في حد معاي راح يكون هذا أهم شيء. أوكي يلا الحين هو أصبر إيش فيه. هاي فقط نصيحة لا تسافر أكثر من نص ميل أو بعد البرج حقك. طب ممكن أسأل السبب؟ أماكن خطيرة هذاك في هذاك الطريق قطط ودببة. متأكد قطط ودببة بس؟ ولكن أوكي توقعت إنه جالس يحاول يخوفني لكنه يعني فعليا كان جدي ومعني يعني ولا مو جدي ومعني. الله يعين يا حبيبي الله يعين يا أخي والله تكون ما أبغى جنب سكير يا أخي الجنب سكير حقهم يعني يطلع قلبك يا اخي استغفر الله. اوكي وات يقول تركت الحقيبه حقتي في الار في. يلا عادي ها برجع الار في عادي على الاقل مكان امن. اوكي اتوقع هذه يب. اوكي سولي شاب ان شاء الله اننا ما نعدي البرج حقنا. اوكي شاشه سوداء هل هذا يعني خلاص فجاه راح نوصل كذا؟ بيكون شيء حلو الصراحه. اوكي يلا شاب 11 ونص بي ام. اوكي كان يعني فتره طويله وانا جالس امشي والحين بدا الوضع بدا يصير متجمد او برد. يا عمي ايش اللي متجمد؟ اوكي يلا هذا هذا مو برج او لا هذا برج لكن مو برج مراقبه. بعدين يا اخي انا ما ادري ايش احس اني مطارد. هل انا مطارد ولا يتهيالي؟ اوكي يلا انا تور 11 صح. اوكي اروح على اليسار شكرا. هذا هو التور اني اعيش في برج مراقبه ما كانت وظيفه حلوه. والله صراحه واضح انها مش وظيفه حلوه. تخيل انك تم هنا لاسابيع في الوقت انه ليس لكل حد. انا اتفهم الصراحه لكن هذا حس اسوء انك تكون كذا في عزله مره شيء سيء يعني. لان يا شباب انا جربت في سكن الدوام فعليا شعور جدا سيء انك تكون معزول كذا. ولكن المهم بعد ما تكون في برج هذا اوكي يلا مفاتيح عندي صح ايوه تكفى ولع لهذا. اوكي لا وات يقول الجنريتر ما ولعته يا اخي تكفى قول الجنريتر فوق. انا شاب اذكر هذيك لعبه المراقب الرعب هذيك القديمه الجنريتر كان تحت يا اخي ما ابغى انزل تحت يا اخي كمان يا الله ليش كذا اللعبه ليش بس. يلا 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 ما في مشكله شاب ما راح يصير شيء ان شاء الله ما راح يصير شيء. اوكي يلا هذا الجنريتر اند هي ولعناه بس هناك في شيء يا اخي خلونا اشيك عليه ولا يمكن حد داخل. اوكي لا ما حد خلونا اشيك هنا في اشياء ولا شاب خلونا ما نهايت خلاص خلونا نروح فوق. اوكي اند هي هوم سويت هوم يا سلام الحين شاب احس براحه. اي نعم طيب يلا شباب هذا قال اول ما توصل يعني روح ما ادري ايش سوي يعني يبلغ اتوقع عن الويذر ريبورت شيء كذا عشان يعرفون انك انت عايش. اوكي شباب يلا هذا انا قاعد اسوي اي شيء وقاعد اسوي كل شيء بروحه. اوكي يلا ستارتنج ريمبو 98 وات. اوكي يلا شباب كالعاده يحطون شو اسمه اشياء نفس كذا وانا كالعاده لازم كل مره اجيب الباسورد غلط ما ادري ليش ولا لا مكتوب يوزر تاور 11. اوكي بس يقول شيك على يعني ورقه قوانين ايرون بارك. اوكي يلا شباب خلونا نشيك عليه عشان نعرف الباسورد اتوقع هذا صح. اوكي سيستم باسورد از ايرون بارك ايرون بارك 11 مفروض كذا صح. يلا ايرون بارك 11 يا حبيبي اكتب ايش في بدون فراغ. اوكي اخيرا يلا حان الوقت اننا نشوف بس هذا ريمبو نايت يا خيب شكله واضح انه مره قديم شوف شكله يا عمي. اوكي يلا ايش اتس سمايل يور تراستي فيرتشوال اسيستنت يذكرني بهذاك الشاب الفيروس عرفتوه البنفسجي هذا هو نفسه صح يا خسكت يا خلني اسوي هذا يلا. اوكي شاب هالخريطه اقدر اشيك على الخريطه. انا اذكر شاب هذا قال لي في التور 11 قصدي 12 في حد يعني مقابل عندك. اوكي بس انا وين انا بالضبط وين التور هذا تور 11 وهذا هو تور 12. اوكي طب خلونا شاب نشوف هذا السيرفيس ريبورتنج ايوه ايش فيه وات ستاتيك. I haven't gotten your name yet. قول ليه. What is it again? What? في كلام عجيب والله. هذا تطور حلو. المهم الشخص الجديد ما اعرف اسمك ايش اسمك مره ثانيه؟ انا جاك. جاك ذا ريبر. والله ديم يا عيال الفويس اكتنج اسطوري الصراحه يعني مضبوط 100%. شفت الليت حقك يتولع لازم اقول شيء جميل اني اشوف التور 11 يعني يرجع مره ثانيه. مين انت اكيد هذا اللي في التور 12 صح؟ فاير تاور 12. اوه كونر فاير تاور يب زي ما قلت تاور 12. اوكي هذه الوظيفه انا لازم يعني اغطي المكان او اغطي المنطقه الين ما انت تجي. على كل حال ايش اللي جابك لهذا المكان؟ والله تلقيت وظيفه اني اروح لهالمكان. ايوه انا ترانسفير ايوه يعني شخص نقل من ايرون هورس الى ايرون بارك. اوكي عشان كذا كان ساكت يحسبني اني انا مستجد صديق مجرب. كنت الحين عرفت ليش ميتش اختارك انا حقا متعب.
هل انت قاعد تشوف نار؟ لا بعدها. اوكي والله ما ادري ايش قاعد اقول شابي، قاعد اقول جيت هير ليت يعني او لا شيء كذا، اقول ما اشوف شو اسمه الدخان يا حبيبي. دخان ايش؟ اوكي قال هذا شاب يعني اراوند ذا انترنس شيء كذا. اوكي انا اوكي حلو شاب اني انا اروح لهذاك الكوخ، لان كذا انا كاني سويت مهمه، ف يعني ما لقيت فاير وود، ما لقيت فاير وود، لازم يكون في اكثر من هذا في هذاك الكوخ. هذا اللي كان مارلي كان عنده، مارلي ايوه الشخص اللي كان موجود في هذا البرج قبلك، كانت بنت ما ادري ايش. على كل حال لازم تجيب النار، ما تريد يعني تكم على الستورم هذا. اوكي شباب للاسف في النهايه انا مضطر اني انزل اصلا، لانه يقول لي يا اخي روح جيب غاز شيء كذا. شيخ خلاص ابغى ارمي هذا الشيء. اقول لك هذا الغازولين وين ارميه؟ هذاك هو راعي البرج 12 صح؟ يا استبي. طيب يا اخي هذا ايش يبغاني اسوي بالضبط يا اخي؟ انا مش فاهم الصراحه. اوكي شباب اتوقع اني لازم اجيب خشب عشان اقدر اولع هنا يعني. اوكي هذا هو لقيته، والله شيء غريب يعني. هو ليش انجن قال لي ما لقيتها؟ او ماي جاد طولنا بشكل ما له داعي، ولكن خلونا نسكر الحين ونسوي كذا ونجيب اللايتر ونعطي له واحده. ايوه اوكي ممكن الام كان سيء ولا اتوقع كذا احسن. لا يحتاج غاز غازولين. يلا ما اتوقع انه كذا يتسوى، بس اوكي اتمنى انه يكفي ويوفي. ايوه حلو بدا يكون في شعله. يا سلام ايوه جميل قاعد اشوف الدخان نايس. جميل اني اشوف التور يدعش على لايف مره ثانيه. اوكي يلا الحين لازم اسوي تقرير. يلا شباب شولينا كيف انا اسوي تقرير يعني؟ يقول لك الحراره، كيف اعرف الحراره يا حوار؟ احس ان اشياء كثيره بس انه حلو يا اخي، تحس انه كذا واقعي ما ادري كيف. طب يا اخي لازم يكون في طريق اني اعرف الحراره. هذا هو الحراره الحين على 45.6 فارنهايت. اوكي يلا شباب 45.6 فارنهايت. طيب الحين سرعة الرياح، يا ساتر الحين من وين القاشي بعد؟ بالغلط. واو يا حبيبي ما ادري احرق الباب بالغلط. اوكي عيال يا شباب جو مين؟ جايبين جاك سبتك اي على انه هو الفويس اكتر يعني. اوكي شاب جاك سبتك اي يقول لي استعمل الانيموميتر هذا. يا حبيبي وين هذا الانيموميتر مدري اسمه؟ هذا هو. اوكي طيب اتوقع لازم اطلع واشوف صح. ايوه كمل بعد. اوكي 18 نوتس جميل والله ديم يا عيال، انا احب التفاصيل الناس كذا. يلا 18 نوتس. وهذا ليش سوى ريست يا حبيبي ليش؟ وات اوكي شلون هنا كيف اعرف حاله الجو؟ جاك سبتكاي ويلكم تو ايرن. انا احس انه بس في هواء ولا؟ اوكي يلا شباب المساعدين وشخص واحد وريبورتد باي جاك نيلسون سبميت. اوكي يقول لي ما حطيت هذا. اوكي يلا عادي نقعد نخبص ليه ما ينفع. كلير صح؟ يب كلير، كنت حاس انه كلير. اوكي يلا ها تسمع يا هذا؟ يب اسمعك. تاور 11 كوبي. لا تستهبل يقول راح اروح. لا شو اللي تاور 12؟ تعال ما في تصبح على خير. يا خلاص يلا الى اللقاء يا كونر. يلا شباب هل انا اقدر انام بعد صح؟ المفروض اقدر انام خلاص. يب حلو نمت، بس اهم شيء ما اقوم على الليل ولا شيء، على الفجر يعني. اوكي يلا شاب 3 في الفجر. ايش فيه؟ وات الراديو قاعد يشتغل؟ ايش فيه؟ واو شو السالفه؟ مين اللي قاعد يتصل الحين؟ اوكي كونر. لا يقول احتاج اروح الحمام يا اخي، مش وقته يا اخي. يا اخي سويه هنا انزين. لا يا اخي لا بلاش. اول ليله لي لما خرجت من الكوخ حسيت بشعور غريب اني اترك هنا نوعا ما يعني شيء ما مش حلو. يب اوكي حلو اقدر اسوي سبيس. حلو خلنا نسويه هنا يا ريال. ايوه من اول كذا يا حبيبي. ابلعوا انتوا يا ابلع يا الحرامي ولا المجرم. خذ هذا يا الحيوان. يا حبيبي على الحق خلاص ايزي الوضع، دام اني اقدر اسوي كذا فعادي. بدل ما حس شاب يجيني معصب ولا يقول ايش عندك تسويها علي؟ خلاص نقدر ننام الحمد لله. احتكف اقول اني بنصحى في الصباح. ايوه النايت 2 الليله الثانيه. يا سلام شوف كيف الاجواء الحلوه الرهيبه هذه، انه فقط انت والرياح جالسة تكون معاك. الله شباب انا ما ادري ايش فيني اليوم، مو قادر اتكلم بسهوله، ما اعرف صراحه ما اعرف. بس عموما خلونا شباب نحتشي القهوه اللذيذه والمروقه. يا سلام انا احس ان هذه المشاعر حلوه الصراحه. وبعد ناخذ صوره ليش لا؟ يلا ناخذ صوره على التور 12. خذ جميل نكمل يا حبيبي نحتشي القهوه اللذيذه والعجيبه. اوكي خلاص اتوقع اني كفي قهوه، خلونا نرجع الحين ونستمتع. ايوه يلا تسمعني. هذا كونر من تور 11. نعم اسمعك قصدي تور 12. خلونا نشوف ايش يبي هذا شاب. نعم اسمعك وش تبي؟ وات ايش في له هذا الشيء يسبني ها؟ ما حد يهتم انه يجيب تصريح
لانك تسوي كامب. ها يعني في ناس دخلوا بدون تصريح. هل تشوف الدخان اللي قدامك؟ اوكي صبر، اي دخان؟ ماني شايف شي حاجه. وات هذاك اشوف؟ ايوه وش سالفته؟ ولازم اطلع صح يا سموك. كان ابيض يعني كان في كامب فاير. ايوه لازم نروح لهم صح ولا احتاجك تروح؟ او لا احتاجك يعني تقول لي هل تشوف الهذا؟ يب اشوفه يا خيوة. كم مرة اقول لك؟ يبدو ان ليشي تريل شيكتر، وهو يعني مكان ليس مشترك اتوقع شيء كذا، يعني مكان ما ينفع انك تسوي في له كامب. هذول الناس حتى ما يهتمون فيهم ينظفون نفسهم، واحتمالات النار يعني جدا عالية هذا الفصل. يا اخي ليش اروح انا يا اخي؟ تعال معاي زين. هل هو بامان يعني؟ اوكي يقول حلو جيب البير سبراي. يا حبيبي انا مو خايف من الدببة، خايف من شيء ثاني. يلا نجن، وين هذا البير سبراي؟ هذا اوكي حلو حلو. يلا شباب امشي، يكون فلاش لايت معانا لان ما تدرون يمكن يحل الليل فجأة. الله يعين، ان شاء الله يا شباب يكون كل شيء امان. عندنا فرصة ان كل شيء يكون امان هذه قليلة نوعا ما، بس نشوف. يلا شباب وجهتنا عند السموك. وانا شاب لما جيت هنا قريت ان في ليسي هذا. ايوه هذا ليسي تريل. فيلا نروح هذه الجهه. ايوه الشاطي قاعد يقول ان في فعلا دببه. شلا ما تكفي دببه. اوكي شاب الحين ممكن اخاف من الدببه خلاص. بس يا حبيبي الساعه 8، لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كذا ليه؟ ولكن المهم يعني رحنا المكان اللي فيه السموك. سمعت صوت حد. كان في شيء لحقني ولا ايش؟ الو شوفوا مكتوب نو كامبينج. مين حمير الحمار اللي يروح كامبينج؟ مكتوب نو كامبينج للكلب. ايوه شو السالفه؟ ما في حد. الو يا 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 كم رساله كم رساله يا 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 وات ذا مان يا حبيبي كم رساله خايبه. اوكي كانت تطمن عليه ما كان في نت يعني ولا ايش؟ ايوه يقول ما كان في نت لكن يلا صورت له صور يعني. بس وين هذا الورع اللي جالس يتخبى؟ يا عيال في اصوات قاعد يصفر. يا شباب واضح انه في مجرم. طب خلونا شباب نسوي كذا. ما اتوقع ان هذه فكره حلوه. يا اخي والله ما بروح عند المكان اللي فيه تصفير. يا باي ايوه من هناك؟ انا بدي ذر. الو شو السالفه؟ بموت بنطعن ولا هادي؟ يا اخي انا ما اريد اتحرك. وانا الحين لازم اطفيه. اوكي 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 فهمته. يلا شباب نشيل المي يا حبيبي. اوكي يا شباب شوفوا لما يكون في فيد اعرفوا انه في شيء تغير يمكن ولا شيء. بس يلا نعطيها الشيء نعطيها الشيء نعطيها الشيء. اوكي او وات بعد زياده. هلا خلاص حلو سويته. نجيب هذا باك سبراي ويلا اتوقع نقدر ارجع بسلام صح؟ يا حبيبي يا رب انه ما يصير شيء، يا رب انه ما يصير شيء. انا شباب سمعت صوت صفيره. خلاص رجعنا. الحمد لله 9 PM او لا حتى لو لازال ليل. ولكن المهم لما رجعت للتور حقي يعني كان في لازال في ظلام. حسيت ان في شيء جدا غلط، عقلي ما كان يفكر باي شيء فقط بايش صار. الله يعيني يا شباب. اهم شيء اني انا في التور، اذا انا في التور خلاص بعش بامان. اذا انا في ايش السالفه؟ اوكي الحمد لله حسبت اللعبه كرشت ولا شيء. بس يلا رجعنا للتور حقي. ليش جو يا حبيبي؟ هذا اهم شيء ان رجعنا للتور مالنا وسوينا المهمه حقتنا بعد، وعطينا تي باج وايضا عطينا الشيء للحرامي او للمجرم. ويلا يا كونر اتش مي يا حبيبي. ام باك تو ذا جيم. كونر دو يو كوبي؟ هاي كان. ايوه حلو سامع. ايوه شوف شوف قاعد يطبخ وين جاء سعاني عشان ايش اللي هذا؟ اوكي راح احدثه عن الحادثه. هل قاعد تمازحني؟ يعني هذا ما يسمعوا الكلام صحيح؟ ماذا تعني؟ انا انتهيت من هذول الكلاب. انه شيء لا يصدق. هل هذا الشيء حدث كثيرا؟ هذه ثالث مره في هذا الشهر. وات اي شيء ثاني لاحظته في هذا؟ اوكي اقدر اقول اني ما لاحظت شيء ولا اقدر اقول انه كان في صراخ؟ ونعم كان في صراخ. فكان في صراخ. صراخ لابد انه احد الوات احد الثعالب الحمراء. تستاهل انت شو ثعلب يصرخ صرخه انسان؟ كانت صرخه رجوليه ما اعرف تتكلم عن ايش، لكن سمعت من الرينجرز ان كثير من الناس جالسين يروحون هناك بسبب اختفاء الثلاث اطفال. ها ليه ما خبرتني زين؟ اطفال مفقودين في هذاك المنطقه. اوكي قبل شهر كانوا يسوون هايك مع يعني عائلتهم، راحوا كذا خرجوا عن المسار واختفوا ما في اي اثر على منهم. طب ايش دخل هذا الشيء بالكامبرز؟ ايوه الناس بدوا يعني ينشرون اشاعات ان هذاك المنطقه ممكن تكون يعني فيها شيء يعني جني ولا شيء، انه شيء مجنون. اعرف اتوقع ان هذه الشائعات ممكن تخوف الناس لكن في الواقع العكس. مرات اتمنى انها تكون حقيقيه. حسنا الحين عرفت ليش ميتش احتاج انه يحط في حد في التور 11 عشان يضحي فيه. يب ما منطقي. الشخص الجديد اتمنى انك انت ما تصدق هالاشاعات. ما راح اقول ابسولوت نوت، لا راح اقول نو.
بكل بساطة، لأن الشائعات هذا ممكن تكون صحيحة. أوكي يقول راح إني أكلم الأوثوريتيز يعني من هالأشياء، إذا لقوهم راح أتأكد إنهم ما يجون لهالمكان أبداً. خلاص keep me updated، خلني يعني أعرف السوالف، ولكن يلا over and out. خلاص أنهينا اليوم، مفروض أنهينا اليوم صح؟ أوكي يقول إني جوعان. السؤال هنا يعني هل في أوكي في باستا أتوقع، ولا هذه صح رسلت لي أول not delivered، ما في نت للأسف. شيء تتفهم مكان معزول عن العالم وما في نت، هذا مرة سيء الصراحة. بس أوكي يعني الحين أقدر أسوي هذا الوصفة أتوقع. أول شيء شاب نحتاجه هو هذا الكاليسرول، فنسوي كذا. أيوة نايس ون يا كايلا نايس. بعدين نجيب المارينارا صوص. سؤال هنا وين هذا المارينارا صوص هذا؟ أوكي في الثلاجة. هذا هو المارينارا صوص. أوكي يلا سويناه. يا السلام ببروني موزاريلا تشيز. أوكي يلا أتوقع سوينا ببروني ولا لا؟ طماطها اللي سويناه، وهذه جبنة موزاريلا. هاي هذا ببروني. والآن اللي نسويه نسوي كذا قفلوا. بس صبر صبر صبر، أتحكم بالهذا مزين ولا عادي ما يحتاج؟ ممكن أنا ما يحتاج. أيوه قاعد تكلمني. وش سالفة؟ هاي تسمعني؟ يلا خلوا شاب نروح له. بس هي قاعد اطبخ يا اخي، ما وش تبي؟ اوكي حلو، قلنا يعني ببلغ عليهم. وايش ايش قالوا؟ اوكي شاب الناس اللي يهتمون في هذا راح يجون يعني. حلو جميل، ونتمنى انه يعني يلقون المجرم. اوكي يلا شاب الحين قاعد يقول انه يعني يسوي ريبورتس. اوكي يلا شاب 50 9 20 نوتس. طبعا هذا الشيء كالعاده خبص لين ما ينفع، ويلا طلع الجو كلاودي. اوكي يلا جميل خلاص سويناه، سوينا الريبورتس. هي خلص الذا حقي. يا سلام يلا شباب الحين راح ناكل. يقول لي يحب ياكل في السرير، ما بتوسخ السرير زين يا مريض. بس يلا شباب ناكل هذه الباستا اللذيذه. دام يا عمي فيها جبن، فيها ببروني، فيها اشياء حلوه الصراحه. حس ودي في باستا الصراحه. نعم هذه اللعبه شاب تعرف كيف تشهيك. ولكن يلا شباب لقد شبع وراح اوديه الثلاجه. ادري اني شابينا خبصه بس يعني تعرفوا. يا ليل يا اخي هذا يقول يبي يجيب شو اسمه نار. انت ما تخاف انه في مجرم قاعد يراقبك؟ بس يلا شباب ان شاء الله ما في مجرم، ان شاء الله ما في مجرم، ان شاء الله ما في مجرم يا شباب. يلا 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 ليش جو سريع 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 سريع. يلا استعمل هذا الغاز ولا اللي هو يعني، جيب الشمعه وشي حلو. لا خلاص 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 وقف وقف، خلينا شباب نرميه عشان ما نحرق المكان. اوكي يا هذا ايش يقول يا اخي؟ يقول ان يعني اسكر البوردز قبل ما انام. بوردز ايش انت؟ هذا اوكي الحمد لله، اهم شيء انه ما نحتاج نطلع. بس يلا يلا نسكره على السريع، ما اتوقع انه بيكون في اي شيء غريب يعني. يلا الحين نايت نايت. لا يا اخي ليش تقوم كذا في نص الفجر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه صوت صفيره. ايش في حد؟ يوه شو هذا؟ الو الو باك سبراي، وين الباك سبراي؟ اوه يلا تعال 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 يا عمي، خوف انه حتى ما يشتغل. جيب جيب الولاعه هذه. ايوه اوه يا اخي الوضع عقوب، ولكن اسمع شوف نعطي له. لعن استغفر الله شنو هذا؟ ها تعال يا الكلب الشاذ. هو شو هذا؟ وات غافك هذا ولا ايش؟ هاي الخوي الله يا اخي الشاذ يا اخي ليه كذا يا اخي؟ ليش كذا يعني؟ ودي اعرف ليش؟ ها ليش؟ يا الله يا اخي بطني بطني يا اخي، لما تجي تفكر قوي كذا بطني ما ادري ايش يعني. لكن ما في مشكله، انا احس اني لازم اتعود. خلاص لازم اتعود. اللعبه هذه نفس الجمب سكير بالضبط حرفيا. ولكن يلا شباب الحين لازم نلقى طريقه كيف نتخلص من هذا الزباله. والشاب ماي يا اخي حلو شاب، لما يجيك جمب سكير مره واحده خلاص تحسك تتعود. بس الحين يا اخي لازم نلقى طريقه يا عمي، ما اتوقع ان هذا ينفع لانه لابس ماسك هذا. بس اصبروا، ايش يصير لما تسوي بق سبراي وفي نفس الوقت يكون معاك ولاعه؟ اتوقع النتائج تكون قويه صح؟ بس اوكي ما اقدر اشيله. جيجي طيب هذا كان وات يا حبيبي؟ هذا كان برا، هذا وين راح هذا؟ لاحظت انه راح هنا. يا كونر هيلب يا كونر، في مجرم يا اخي. ما اقدر اطلب مساعده زين من كونر؟ كونر دو يو كابي؟ اسمع كونر احتاج اتكلم معاك. هلو تعرف ان ايوه ما اهتم في وقت ولا شيء، في حد برا.
في حبيبي كان في جمجمه برا، بالافضل انك تسحب على هذول الاطفال يا اخي، ما في طفل ولا شيء، انا شفته بعيني قتلني بعد، قتلني يا كونر ايش فيك يا اخي، مش اطفال مش اطفال يا مريض، هذا الشيء جدي ما تفهم انت ليش يا ليل، يقولنا احنا في مكان ولا يا اخي ما في مكان، سوى شيء يا اخي، ما في لك يردور، الوضع مخيف، ما راح اقول لك ثينكس، خلاص انا في عداد الموتى ديدنت مره، ما في اي سنس، بس انه خلاص خلونا، لا ليش تنام، المفروض اسوي هايد، شكلي ام ديد. او نايت 3 عدينا اوكي، بس غريب يا عمي، صار كنا صار جلتش ولا شيء كذا صح، بس اوكي يلا. اليوم اللي بعد استيقظت ماكو تعرف اذا الليلة الماضية كان حقيقي ولا فقط حلم، كونر حاول يقول انه فقط مجرد مقالب من اطفال، ولكن شيء في هذاك الليلة شعرت يعني انه في شيء مظلم اكثر، في شيء غريب في هذه الفورست، بس يلا اهم او لا مرة ثانية الليل يا اخي، ليش نبدأ في الليل انزين، خلونا نبدأ في هذا يا اخي، المهم اوكي يعني قاعد اسوي مينتننس حول البرج او اني اشوف يعني بين الاشجار، يلا شباب اتوقع لازم نحاول نراقب، شنو ما يبين اي شيء يا حبيبي كل ليل، اوكي بس لازم امسح هذا المنظار اتوقع شيء كذا عشان اقدر اشوف بوضوح، او ايش هذا فلير وات، ايوه وش السالفه، هل هذا الفلير من المجرم؟ هلو از اني ون ذير، اوكي هذا صوت ثاني هذا، ها اي نيد هيلب، اقول احتاج مساعده، سمون انسر، مين انت يا حبيبي، تعال 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 عرف عن نفسك، اوكي يلا هذا جاك من تور 11 Thank goodness. Okay. I'm lost and I'm really starting to freak out. يعني شخص كذا يتمشى في هذا بس المهم وش السالفة؟ I don't even know where to start. ما أعرف من وين أبدأ. ذهبت عشان استكشف المنطقة وفقدت الوقت. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. ما أدري كيف أرجع. أتوقع إني أنا ضايع يا حبيبي، لا تقول إني أحاول يعني أخلي ما يضيع. أوكي إيش ما مكانك الحالي؟ أوكي واو ما أعطاني معلومة مفيدة. قاعد يقول إن أنا محاط بين أشجار. أكيد. أوكي هو اللي هو اللي ضرب الفلير هذا. أوكي شاب الحين يقول هو في تقاطع. لكن ما يعرف اذا يروح اليمين ولا يسار، خلوني شاب اشيك على الخريطه بما اني عندي هذا الخيار، يا حبيبي في مليون تقاطع، ايش السالفه؟ ايش في وات؟ معاك يا اخي عطني معلومات اكثر، يا حبيبي خلني اركز انجن، اصبر شوي انت، والله ما ادري كيف ساعد الصراحه شاب، احس اني بجيب فيه للعيد، ما ادري وين مكانه اصلا بالضبط عشان اعرف، هو موجود على هذا التقاطع ولا هذا التقاطع ولا وين؟ ممكن هذا التقاطع صح هنا، لان شاب هذا البرج حقي هنا، شو زي ما تشوف هذا برج حقي، يا اخي اسكت اسكت، اتصدق اتوقع يمين، هو يمكن هنا، فاروح روح يمين، ياب روح يمين عشان يوصل عند البرج حقي اتوقع، يا عمي صح ما ادري، روح يمين اوكي، يقول انه كان يبي يروح اليسار ولكن اذا انت قاعد تقول يمين فيلا يمين يمين درب الغانمين، ايش فيكم يا شباب، اوكي يلا شباب قاعد يشكرني، والله ما ادري اصلا اذا راح توصل بسلام ولا لا، ايوه يلا شو السالفه ساكت، ايوه يقول رايت هير، ها I hear you. اسمعك I hear your whistles. لا لا مش انا لا مش انا مش انا يقول لي اسمع صفيره behind the trees to my right. I see you. ايش هذا مش انا يا حبيبي هذا المجرم او ماي جاد وديته عند مجرم يا عيال وديته عند وات في حد يدق It's you again. كنت حاس انك راح تجي يا عاجلا ام اجلا. هولي مولي ما انتظرت يعني وقت فينا طويل. انا قاعد ادق عليك من الاول اريد اشيك عليك. اوكي شباب هل اقول اني كنت اساعد واحد ضايع واقول اني وديته عند مجرم؟ صعب هذه. You know what؟ يب كنت اساعده في هذه الساعه يا الهي على كل حال عندي هذا السبلاي حقك. حلو شكرا. ويا خلو بتجي اتصل يا اخي ولا شيء عشان اعرف. ايش فيه؟ ايش كنت تسوي هنا اخر ليله؟ وات ايش تقصد اب نورث ليش كنت هناك عشان اطفي الحريق انا افضل اني ما اروح هناك يا بيل انا اضطريت اني يعني استكشف المكان هذاك يا الهي اشياء سيئه هناك يا بيل دببه وقطاوه نعم ادري يبي كير اوت ذير ذيس ويز اوت نو مان ذير ستو ادد وود لايف تو جيت ا بيس هير يا يا اي نو مان ما عليك خلاص كل شيء يلا روح انقلع او شوف اقدر اقول اني يعني كان في عظام يا اخي شاف خوفي ان هذا هو نفسه ولا بس لا صبر انا سمعت صفيره هناك يعني مش هو لا المجرم واحد ثاني بس صبر كونر وينه يا عيال شكله كونر هو المجرم بس لا صبر هو لما اول جاء وحط الجمجمه قدرت اتواصل معاه بسرعه كيف كذا ينوت شاب عشان لازم اقول عن العظام ايوه ساكت هل اخذت صوره له قبل ما تشيله لا ما فكرت فيها شيء ينوم من الافضل اني ما يعني ما نقعد ندحدر وايضا ما اقدر نسوي شيء بدون دليل على كل حال شكرا عشان السبلايز يلا الى اللقاء ورجاء لو تجي مره ثانيه لا تسوي لي جمب سكير اوكي
خلك نفسنا دق الباب وكذا الحلاوة هذه. أوكي حلو شاب إني حطيت هذه في الثلاجة لأن شاب قاعد يقولنا جوعان، بس إنه لازم كمان ليش لازم أسخن الأكل؟ يلا ننتظر. أوكي يلا الحين حان وقت الأكل. الغريب شاب إني لازلت أقدر أتخبى تحت السرير. أتوقع شاب المرة الجاية بيجيني لما أنام مرة ثانية حن بيجيني صح؟ ولكن يلا شاب خلاص الحمد لله كلينا وشبعنا. الحين شاب يلا لازم نسوي الريبورت على السريع. أوه صبر مكتوب number of hikers assisted المسافر اللي ساعدته متوقع واحد. لكن ما ساعدنا ساعدنا فاهمين علي؟ هو لا هو ساعدنا لكن ما ساعدنا في نفس الوقت. يلا شاب سويت الريبورت وكالعادة لازم يجيب نار. مريض يا اخي شو فيك انت؟ مين انت يا حبيب مين انت؟ What the hell man؟ You just gave me a heart attack جبت لي شكتة قلبية. انا افهم يا الله يا اخي ليش كذا ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا افهم ان الوحدة ممكن يخليك تلعب في عقلك. انت مين انت اصلا؟ لا داعي للخوف، انا فقط عامل قاعد اسوي يعني روتين مينتننس في البرج هذا. صبر هذا هو الحرام المجرم ولا قاعد فكرت اني اسلم على الشخص الجديد الكل يتكلم عنه؟ هل انت تعمل في هذا الوقت؟ كل احد فقط احاول اخلي الخطوط الكوميونيكيشن اونلاين. لازم اتاكد ان المسج الصحيح يوصل للمكان الصحيح. الا تتفق؟ نعم نعم يا اخي بس او ماي جاد ايش في ايش في شو السالفه ايش كل الموسيقى كذا صارت؟ نعم لكن بعض الحريق لازم يحرق وما في شيء يقدر يوقفها. ماذا تعني؟ الطبيعة عندها خطط، بعض الأشياء ما تتحكم فيها حتى لو إيش حاولت. حبيبي هذا جالس يلمح الأشياء غريبة. خلاص يلا لا لازم أرجع البرج. يلا have a good night Jack. أتمنى تنام تمام لكن تذكر. أيوة تذكر إيش؟ أيوة لا مش حلوة هذه. اللقافة ممكن توديك لمكان ما تريد تروح له. كأنه حرفين جالس يحذرني. حسناً farewell يا Jack. انا متاكد شاب ان هذا هو الحرامي 100% مو الحرامي يعني المجرم. مستحيل مش هو. كانه قاعد يقول شو كانه قاعد يقول خلني انا في حالي ولا تقعد تتفلسف ولا ترى راح تنطق. الله يستر يا عيال الله يستر من الايام القادمه. اوكي يلا شاب الحين هذا كونر رجع قلنا شوف دخان ما ايوه انا موجود ايش فيك يا ليل؟ هذا كونر يا اخي بيزعجني خلني نام. هل تسمعني يا عيال؟ نعم كنت احاول اتواصل معاك الوقت. وين كنت؟ رحت تحت عشان تجيب بعض الحطب. حسن هو ما ياخذ هالوقت عشان بس تجيب حطب. حسن انا قابلت العامل حق هذا. قابلت مين؟ الشخص اللي قاعد يسوي مينتين للبرج. لا تقول لي ما في، اذا ما في فخلاص هذا راح يقول لي انه فعلا هذا هو المجرم. ايوه ساكت. او ايش؟ هل هذا كان حق امس؟ ماذا تعني؟ والله ما ادري ما فهمت ايش يقول، بس ممكن يقصد انك تحاول تمقلبني. لا هو يا عيال خلاص هو يقول هذا البرج يعني كان خارج النطاق لوقت طويل. اتسكر من سنين بعد ما صاعقه يعني حرقت كل الاجهزه وسعر الاصلاح يعني كان جدا عالي. تاريخ الاصلاح يعني خلاص تم تاجيله لين ما يعني يكون عندهم فلوس، وهذا الشيء ما راح يجي بسهوله نفس ما ميتش قال. اذا مين انا قابلته؟ شوف اذا انت قاعد اللي قاعد تقوله هو صحيح يمكن هذول واحد منهم قاعدين شو اسمه يسوون مقالب عليك. يا حبيبي كيف يسوون مقالب؟ هو عارف اسمي عارف اسمك. تتوقع انه كان يستمع؟ ممكن صح ممكن كان يستمع possibly. نعم على كل حال انك تلبس لبس يعني موظفين ممنوع. المرة القادمة اللي تشوفه حاول جيب معلومات ولا صوره. ما اتوقع انه بيكون في مرة قادمة. اذا مرة قادمة راح اقابله بالقناع. الله شاب الحين خلاص هذا راح يروح. good night over and out. يلا خلاص ننام. خرجوك يا مجرم خلني انام يا اخي ايش فيك يا حبيب؟ بقوم في الليل صح؟ تكفى لا. ايوه حالتي كانت جالسه يعني تكبر بكل يوم نمر فيه، لذا لما خلاص يعني نمت في هذيك الليله قلت لنفسي ان فقط يعني احتاج اني اتعود على الاجواء هذه. الاشياء الغريبه اللي شفتها في هذا الغابه ما كان كافي اني انبه الناس او انبه يعني اسوي انذار كذا، ولكن هذا الشيء راح يتغير. يلا تو نايتس اول ليلتين اوكي على الساعة 9 مساء. اوكي الوضع امطار عشان عندك وقت. يلا وش حسنا سمعت من الهيد كوارترز ان في تحديث جديد على الكمبيوتر يقول ان هذا الشيء مهم حق السكيورتي. اوكي يا شباب الحين لازم اسوي تحديث للبي سي، بس السؤال هنا كيف اسوي تحديث؟ ما ادري يمكن اكتب ابديت ولا شيء. ايوه يقول انتر ذا ابديت باكج كود. يا حبيبي ايش باكج كود؟ طب هذا البليك ايش دوت اي اكس اي؟ اوكي هذه لعبه مش فاضيين للالعاب صراحه. اوكي هذا بعض الكوماندز. اوكي حلو في اكثر من ابديتات. هذا هو الباكج كود يا حبيبي. ايش هذا كيف اعرفه او كيف احفظه بالاصح؟ ولا لا اوكي حلو موجود 4608 4
حلو باكج فوند. اوكي انتر ان اكتف لاين، اتوقع عاد يكتب هذا شو اسمه لاين نوت افيلبل، ما في مشكله بنقعد نكتبهم كلهم وخلاص بسيطه. ايوه ليتس جو يور سيستم از اب تو ديت. حلو ولا ايش في ايش في ايش الصوت هذا؟ هاي وات يقول ان الكهرباء انطفت. حبيبي هذا الوقت انك تنطفي؟ هاي لا يا شباب الجو ممطر، الجو ممطر والوضع غريب نوعا ما، لكن انا لازم يعني اسوي اللي اباه. يا اخي شباب شوفوا المفروض هذاك ما يجي ترون اوكي، لان انا ما ضريته ولا سويت اي شيء. فيلا نجيب هذا حق الغاز. اوكي ما اصلا ما يحتاج نجيبه اوكي، ولكن يلا الحين نحتاج لو يا شباب حسبت انه في حد بيجي. هو شكل هذا راح يستعمل بعدين صح؟ لما اهرب من القاتل ولا شيء. ايوه هذه حركاتكم ها؟ كل اسبوع مر اسبوع يا عيال. اوكي يلا الوقت كان يطير. المولد حق كونر كان تحت المينتننس، وهذا يعني اني لازم يعني اغطي مكانه ليومين. لما ما كان في حريق الشيء الوحيد اللي يسويني اشيك على كونر مرتين في اليوم، هذه يمكن فقط المره الوحيده اللي تكلمت عكس اني اتكلم مع نفسي. اوكي يلا الفجر الساعة 2 الفجر. اوكي نظر وين ايش بعد؟ يقول لازم تشوف هذا الشيء. اشوف ايش؟ احتاجك تقوم يا اخي مش فاضي يا خلني انام. يلا وش تبي انت؟ يلا اسمعك ما عندي الطاقة اني اسوي هذا الشيء الان. وش صار؟ اوكي يقولني اطفش من هذا المولد، والحين انا قاعد اشوف هذا اشوف دخان، يبدو ان في كامبر ثاني. لا تقول لي انا اروح يا خرجوك. اوكي يلا شباب الحين لازم اشيك على الدخان نفسه. بسم الله ايش فيه؟ تعرف ماذا؟ انا مش فاضي نتعامل مع هذا الشيء. انت يا اخ ما اريد اتعامل كمان يا كونر. اذا ما هروا هالمره يعني يصورهم وشوف البطاقه حقتهم. يا اخي ايش الكري هذا يا اخي؟ يحط كل شيء علي حرفيا، ما يبي يسوي شيء كسول. ولكن يلا شباب راح اجيب الترستي شو اسمه؟ الترستي بق سبراي. هذاك السموك. اوكي حلو ان هذا نوعا ما قريب يا شباب. اوكي وات يقول ما شعرت بامان اني اروح تحت. ايش السالفه؟ ملي وش اسوي؟ قوله هي ها شنو هذا؟ طائفه ولا ايش؟ ايوه كل اللي ابي لازم اسوي اني بس اصور ويعني ها يكون دليل يعني. اوكي يلا 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 حان وقت الايفون، طلع الايفون. ايوه تعال تعال اصوركم نعطيها الشيء. ايوه اوتف الو الو لازم اتخبى. يوه كيف عرفوا اني لا 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 شنو هذا؟ كيف عرفوا؟ اوكي 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 اصبروا انا عارف ايش اسوي، انا عارف ايش اسوي. ارمي كل شيء، طفي طفي هذا، اتخبى اتخبى تحت السرير. خلاص شد ها شد اركض 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 يا بطيء يا العمام العمام. you
نعطيها كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو تكفى ابغى النجاة. الله الله اصبر ارجع لتور 11 خرع على تور 11 وخرع عليك يا كونر وخرع على كل اللعبة هذه. سويناها تكفى. خلصنا صح؟ ايوه متفق. ايوه وصلت المكان هذا. الو صار توصلت كان الو يستهبل ايش هذا المريض هذا؟ اوه ماي جاد الارفي حقي يا اخي اركض بسرعة. يلا اركض شكر روح الاضي يلا شيليتر. ايوه الادرينج ضغطت الكاس ودرت لا اقرب كوخ بدون ما يكون عندي اي نفس. على طول دقيت على الاسعافات الاولية وكلمتهم. شوف يا جاك شو اسمه ايش انا مرات ننجن هناك. نعم يا حبيبي ما في لان ننجن ولا شيء حقيقي هذا. او ماي جاد والله شاب مرعب الصراحة. والله الصباح التالي الشرطة يعني سووا استكشاف على المنطقة ولكن طبعا ما شافوا اي اثر. ما حد صدق قصتي يعتقدون فقط بسبب العزلة فقط كمل راقب النيران ميتش قال. ولكن كانت هذه آخر مرة أروح لهذه الغابة. عدم الراحة لا زال جدا ثقيل في بطني بالرغم أن كثير من السنوات مرت. التجربة لا زالت موجودة في ذاكرتي. عائلتي يعتقدون أني قاعد ألف واللي هو فعلا يعني خارج شخصيتي ولكن أنا أعرف إيش اللي شفته حقيقة ولا لا. بعد الليل هذه الغابات يكون فيها أشياء غريبة جدا. لذا أي واحد يحاول يروح يسوي كامبينج رجاء خلك آمن. أوكي خلصنا. أو ماي جاد سيرفايف ذا. او ماي جاد والله يا عيال لا لا واو جميل بصراحه. ابسود جميل عجبني الابسود خصوصا يا شاب اللحظه هذيك لما صورتهم فجاه الكل طالع فيني يقطع عم الرعب من انا بعيد. كيف عرفته؟ ممكن حد يقول فلاش حتى لو فلاش ما يبين مسافات مره بعيده. كان شيء مخيف الصراحه. اي والله بس الصراحه لازم اعترف اوكي من ناحيه الرعب النفسي هذه حسها نوعا ما قليله مقارنه بالحلقات البقيه. ايوه شوفوا جاك سبتكاي كان موجود هنا يمثل. والرعب النفسي هذا الشاب شو سببه؟ انه ما كان كثير لانه معاك واحد فاو كذا يعني قاعد تتواصل معاه بين فتره وفتره. لكن لو مثل كنت لوحدك ومثل وسيله التواصل فقط عن طريق التليفون نفس اول هذاك الابسود لما قال شيك على الصور اللي ارسلت لك اياها بعدين في واحد برا وكان كذا في رعب نفسي حقيقي. بس ان القصه كانت حلوه الصراحه لا لا, لا باس بها. يعني لما جاني هذاك العامل واكتشفنا ان العامل هذا اصلا المفروض ما يكون في عامل اصلا. ولكن السؤال هل القصه حقيقيه ولا لا؟ الصراحه يعني ما اتوقع انها حقيقيه اوكي او يمكن تكون حقيقيه لكن فيها بهارات. لكن لا انا عن نفسي ما صدقتها. ايش اللي يحط لك جمجمه وما ادري ايش. لكن بشكل عام يا شباب ابيسود كان رهيب ممتع. ويلا شباب باقي له متوقع خامس ابيسود يمكن تنتهي واتوقع حين بيطول عشان ينزل ابيسود اخير. بس عاش يا اخي الابيسود الخامس لازم يستغل خاصيه ان المايك هذا ان مثلا في لحظات لازم تتكلم بصوت خفيف ولا شيء بحيث انه يكون في صعوبه شويه. لكن عموما شباب خلاص احس انه طولنا بالفيديو مره كثير. اتمنى شباب انكم استمتعتوا بالجلسه الطويله هذه زي ما انا استمتعت. وهنا وصلنا الفيديو اتمنى عجبكم لايك والى اللقاء.